أهلا وسهلا بكم طلاب المرحلة الثانية والرابعة من قسم تقنيات المختبرات الطبية في كلية الرشيد الجامعة. متواصلين وياكم إن شاء الله حول محاضرات الفيديوية لمادة الطفيليات الطبية. بعدنا بمادة البروتوزوا. البروتوزوا مادة تقريبا تأخذ أكثر من نص كتاب البراسايت. فوصلنا إلى الملاريا. الملاريا من جماعة البروتوزوا. طبعا هي الجماعة اللي هي سموها الفئة أو عائلة السبورزوا، يعني سبورات داخل الدم. كلاس الصنف مالتها من جماعة الكوكسيديا، والفئة مالتها اللي هي سموها هيموسبوريديا. يعني هيموسبوريديا معناتها شنو؟ احنا قلنا كان عندنا هيمو فلاجليت، يعني السوطيات اللي داخل الدم، هسه هيموسبوريديا يعني السبورات اللي داخل الدم. اوكي. طبعا الجينس مالته هو البلازموديوم. البلازموديوم حقيقه هو الكوزيتيف ايجنت اللي يسبب لنا الملاريا، اللي هو بلازموديوم. أربع أنواع من البلازموديوم: بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم ملاريا، بلازموديوم أوفالي، بلازموديوم فايفكس. نجي على كل واحدة من عندهم خطورتها، مدى خطورتها، ويعني المرض اللي تسويه. بالنسبة للبلازموديوم فالسيبارم اللي هي تسوينا مالجنانت تيرشن ملاريا، وعندنا البلازموديوم ملاريا تسوينا مرض بناين كوارتن ملاريا، وبلازموديوم اوفالي اند فايفكس تسوينا مرض بناين تيرشن ملاريا. اذا اهم واحد بيهن هو راح ناخذه اللي هو الفالسيبارم، اللي هي يسموها المنجليه، اللي هي السبورات مالها تكون على شكل مثل شبيهه بالبنانه او الموزه. اوكي. نيجي على اللايف سايكل مالتها. احنا راح ناخذ الامور بالأشياء المهمة فقط حتى لا نطول الفيديو عليكم ويصير ملل بالموضوع، وإن شاء الله المادة سهلة وما تملل. اللايف سايكل مالتها تختلف. كل البراسايت اللي أخذناها بالفترة السبقت، نهاية المحاضرات اللي سبقت، كانت كل الديفينيتيف هوست مالتها وين؟ بالهيومن. الانترميديت هوست مالتها يكون بالناقل نفسه. هنا الأمور اختلفت. هنا راح تطبق نظرية انه الديفينيتيف هوس والانترميديت هوس. الديفينيتيف راح يكون سيكشوال مالتيبليكيشن، وبالانترميديت هوس اللي هو عن طريق الباينري فيجن. فهنا راح ناخذ الملاري. الديفينيتيف هوس هو نفسه راح يكون الناقل، اللي هو فيميل انوفيلس موسكيتو، الحشرة الانوفيلس. الانترميديت هوس راح يكون عندنا الهيومن. الانفكتيف فور اللي هو اهم شغله، انه هو اللي يدخل الى الهيومن ويسوي لنا الامراضيه، اللي هو السبورزويت. كلش مهم بالامتحان اللي هو انفكتيف فورم اوف ملاريا. ايش راح جوابك راح يكون؟ سبورزويت. نجي على المود اوف ترانسميشن. بما انه عرفنا فيميل انوفيلس موسكيتو هي الناقل مالته، اذا معناته هو راح يكون بالبداية نكتبه بالمود اوف ترانسميشن، اللي هو عن طريق البايت اوف انوفيلس موسكيتو، وثاني بلود ترانسفيوجن لانه راح يكون السبورات داخل الدم، واضافة الى ترانس بلاسنتال ترانسميشن، يعني نقل الاعضاء الحيوية. هذا بالنسبة للمود اوف ترانسميشن. حقيقة مهم يعني بقدر ما انه اذا عرفت الناقل راح نعرف يعني طريقة الانتقال. نجي على الكلينيكال فيتشر مالته، اللي هو اهم شغلة بي واللي تميزه، اللي هو عندنا بلاك ووتر فيفر، اللي هو راح يسوينا ملاريا هيموغلوبين يوريا، اللي هي اهم شغلة نعرفها راح تكون اضافة الى هيباتوسبلين وميغا اللي يسوينا. بس هذا كله يعني هيباتوسبلين قال يشابه مع غير براسايت. فاحنا اهم شيء لانه هو راح نعرف بلاك ووتر فيفر، اللي هو هيموغلوبين ملاريا هيموغلوبين يوريا. اوكي. فراح نجي على الوراء لايف سايكل. قلنا احنا باللايف سايكل نوعا ما معقدة جدا، مو يعني
معقدة جدا، لا سهلة بس نعرفها، انه عندنا اهم شيء تعرف الديفينيتيف هوست اختلف، كان عندنا الهيومن هسه صار عندنا الديفينيتيف هوست هو بالموسكيتو، الانترميديت هوست صار هو نفس الهيومن. اوكي، دورة حياتها مختلفة نوعا ما، اللي هي راح تكون عندنا دورة حياة داخل الليفر، دورة حياة داخل الار بي سي، دورة حياة داخل الموسكيتو، يعني معناتها بري اريثروسايت واكزو اريثروسايت وانسايد ار بي سي اللي هي اريثروسايت. اوكي، فنيجي دائما انت من تبدي باللايف سايكل دائما تاخذ السبور اللي هو الانفكتيف فورم مالته، الانفكتيف فورم هو اللي يجي من الناقل الحقيقي، السبوروزويت اللي هو راح يدخل الى الهيومن او الى الشخص مباشره، البري اريثروسايت والاكزو اريثروسايت راح تكون بالليفر. طبعا هنا راح تكون دورة حياته معقدة نوعا ما، راح يكتمل الشكل المطلوب اللي يدخل للار بي سي، احنا يهمنا داخل الار بي سي، راح يخرج من الليفر اللي هو الميروزويد. ميروزويد وين راح يدخل؟ يدخل الى داخل الاريثروسايت، الى داخل الار بي سي. هنا داخل الار بي سي راح نعرف، لازم نعرف انه الميروزويد ايش راح يتحول، راح يتحول الى تروفوزويد، من بعد التروفوزويد راح يتحول الى شايزون، من الشايزون راح يتحول الى ميروزويد. هنا الار بي سي بعد ما تتحمل فانفجرت، اللي طلع من الار بي سي هو الميروزويد. اوكي، الميروزويد انتشر وين؟ داخل الدورة الدموية. ميروزويد من الانتشار على شكل جميتات، ماكرو جميت ومايكرو جميت، يعني باشكال مختلفة. فاجت الموسكيتو اخذت عينة من هذا الدم الشخص المصاب اللي هو الجميتات، اخذت فداخل الموسكيتو راح يتطور هذا الجميت، صدفة انه شافت جميت عندنا فيميل وميل داخل الانسكت، وهنا معناتها ديفينيتيف هوست راح يصير عندنا سيكشوال كونتاكت اللي هو سيكشوال مالتيبليكيشن، راح يكون هنا الماكرو جميت والمايكرو جميت راح يصير فيرتلايزيشن، راح يتزاوجون، بعدها راح ينتج الزايغوت، وبعدين اوكايني، وبعدين اوسيست، بعدين تحول الى سبوروزويد، من بعدها راح الموسكيتو تسوي بايت لشخص ثاني تنقل له السبوروزويد. الى هنا خلصت دورة الحياة. طبعا هنا المحاضرة راح نقسمها قسمين، الفيديو هذا راح يكون على المعلومات العامة عن الملاريا، والثاني راح يكون عن طريق هو واللي هو مهم عن طريق اللاب دايجنوسيس واللي متعلق به، لانه اللاب دايجنوسيس يحتاج لوقفه طويله. فهسه خلينا نعيد بصوره سريعه، انه قلنا الملاريا هي من جماعه السبوروزويد اللي هي جماعه اللي سبورو هيموسبوريديا داخل الدم، سبورات داخل الدم. طبعا هنا الجيناس مالتها البلازموديوم، البلازموديوم راح تسوين هناك اربع انواع من البلازموديوم، بلازموديوم اللي هي فالسيبارام وملاريا وفايفيكس واوفالي، راح تسوين اربع امراض، واهم وحده بهن اللي هي فالسيبارام اللي هي تسوين ميليجلانترشن ملاريا، هذا بالنسبه للفالسيبارام. اما الملاريا راح تسوين بناين كوارتن ملاريا، اما للاوفالي والفايفكس راح تسوين مرض اللي هو بناين تيرشن ملاريا. باللايف سايكل اللي مهم الديفينيتيف هوست مالته قلنا اللي هو راح يكون فيميل انوفيلس موسكيتو، والانترميديت هوست هو راح يكون الهيومن، والانفكتيف فورم اللي هو راح يكون سبوروزويد. مود اوف ترانزميشن قلنا حكينا عنه، اللي قلنا عن طريق البايت انوفيلس موسكيتو، وعن طريق بلاد ترانزفيوجن، وعن طريق ترانس بلاسنتال ترانزميشن. اهم شغله كلينيكال ساينس مالته اللي هي اللي راح يسوي لنا بلاك ووتر فيفر، اللي هو راح يكون عندنا ملاريا هيموغلوبينيوريا. اما دورة حياتها فاعاده سريعه على سريع، اللي هي سبوروزويت راح يدخل للهيومن، يدخل الى الليفر بري اريثروسايت واكزو اريثروسايت، راح يتحرر لنا الميروزويد، الميروزويد راح يدخل للار بي سي، راح يتطور الميروزويد الى تروفوزويد وشايزون وميروزويد
وراح بالخلاصه يطلع لنا الميروزويد. الميروزويد راح ينتشر بالدم، تجي الموسكيتو تاخذ الميروزويد، من حسن من سوء حظنا انه طلع الميروزويد بجميتات، ماكرو جميت ومايكرو جميت داخل داخل الموسكيتو، راح يتزاوجون وينتجون اوسيست وبعدين سبوروزويد، وبعدين هذا السبوروزويد راح ينتشر الى شخص ثاني. الى هنا انهي نصف محاضره الملاريا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.